بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ مسعودي مختار، محامي بمنظمة المحامين ناحية غليزان، مندوبية وادرهيو. استجابة لنداء الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، منظمة محامي غليزان نظمت وقفة تضامنية اليوم 17 مايو 2021 لتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر والمقصف يوميا على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم، وهذا أولا على أساس الانتهاكات الصارخة لقوانين الدولية والأعراف الدولية وحقوق الإنسان التي تنتهكها السلطات الإسرائيلية، سواء بحرمان المقدسيين من سكناتهم وإجبارهم غصبا على التنازل عنها، أو منعهم من أداء المشاعر التعبدية في المسجد الأقصى المبارك ثالث القبلتين، أو العدوان الإسرائيلي على غزة وانتهاكه القوانين والأعراف، قصف المدنيين وقصف العزل واستخدام الأسلحة المحظورة دوليا وقصف المقرات الأمم المتحدة ومقرات الإذاعات والصحف الدولية، كلها تشكل جرائم دولية وجب على السلطات أو المحاكم، المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية أن تتحرك عاجلا، أولا لوقف العدوان بصفة عاجلة ومستعجلة، ثانيا أن يكون إدخال إعانات معونات ومستعجلة للشعب الفلسطيني المحاصر، وأخيرا التحرك دوليا وبصفة مستعجلة كذلك لمتابعة الجنائية للكيانات والأفراد بقادة الجيش الصهيوني المسؤولين على الجرائم الصهيونية. وشكرا. أستاذ مقبري العابد، محامي معتمد لدى المحكمة العليا وأستاذ جامعي. إذا بادئا بدء بودي أن أشكر هذه الهفة التي قام بها محامي منظمة غليزان تلبية لنداء الاتحاد العام، يعني اتحاد المحامين الجزائريين واتحاد المحامون العرب. إذا هذه الوقفة التضامنية اليوم إلى جانب إخواننا الفلسطينيين المضطهدين، يعني هي أقل ما يمكن أن يقوم به الدفاع، يعني تلبية أو وقوفا إلى هذه إلى إخواننا الفلسطينيين، و يعني تضامنا معهم وموقف الشعب الجزائري شعبا وحكومة من القضية الفلسطينية موقف واضح باعتبار الجزائريين يعني بلد المليون ونصف شهيد. إذا نحن كجزائريين نقدر جيدا قيمة الشهداء وشهداءنا أو إخواننا في فلسطين، يعني إخواننا في فلسطين يعني هم جزء من الجزائريين، و المغاربة بشكل عام كان لهم دور في تحرير فلسطين، يعني في جيش صلاح الدين الأيوبي، وين يعني سمي باب المغاربة نسبة إلى سكان المغرب العربي، يعني واللي كان على رأسهم الرجل الصالح سيدي بومدين الذي قطع ذراعه ودفن في تلك المنطقة. يعني إذن وسيكون للمغاربة شأن أيضا في تحرير فلسطين مستقبلا بحمد الله. إذا نحن من هذا المنبر نواسي إخواننا الفلسطينيين ونقول لهم أننا قلبا وقالبا يعني معكم، وكما قال الرئيس الراحل الوالي بومدين نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة من منطلق مبدأ ومصير. يعني إذا سنكون معكم اليوم وغدا إن شاء الله بحول الله. تحية الجزائر، تحية فلسطين، المجد والخلود للشهداء الأبرار، وبارك الله فيكم. شكرا لك. في وصف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا القضية الفلسطينية قضية العالم كامل، ماشي قضية يعني تاع أوروبا ولا قضية تاع مسلمين، هي قضية إنسانية، وهذا يعني نداء من الدفاع اتهام محمد ودهيو للعالم كامل بأن ينظر إلى هذه القضية بأهمية وباعتبار، لأن القضية لأن المسألة مسألة عقائدية كما سبق أن أشار إليها الأمين العام، لأننا كذلك علينا أن لا ننسى أن اليهود عندما يختارون الاعتداء على فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الطفولة الفلسطينية يختارون دائما مثلا مواقيت يعني دينية. نشوف مثلا الإعدام وقت يعني إعدام صدام كان يعني يوم عيد الفطر، عيد الفطر، وكذلك يعني الاعتداء الأخير هذا كان كذلك في عيد الفطر. على العالم أن يعي بأن المسألة أكبر من أنها قضية سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، القضية قضية عقائدية. وعليه نقول يعني الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني هم يعني جسد، هم يعني كما يقول لك جسد وعندهم روح واحدة. نتمنى يعني من العالم أن ينظر إلى هذه القضية بعين الاعتبار، وعلى يعني هيئة الأمم المتحدة والأمن الدولي والمواثيق الدولية أن يعني أن تتحرك يعني بسرعة لإيقاف هذا النزيف.
ونشكر كذلك الصحافة على حضورها في هذا الظرف العصيب.